بالأزم. وفي الطريق على ذلك الأسلحة النووية، إدارة أوباما التي تطرح القضية النووية كقضية أساسية وتتحدث عن عالم جديد، تقول إنه مقابل تجميد الاستيطان 3 أشهر ستغض الطرف عن سياسة إسرائيل النووية. بالفعل بالفعل يعني فايز، يعني ما يجري تصويره الآن في العالم حتى أمريكيا، هناك لعبة على ما يبدو أمريكية في هذا الاتجاه، وكأن هناك في ضغوط تمارس على إسرائيل، وهذه الضغوط باتجاه يعني إجبار إسرائيل، إجبار بين قوسين إسرائيل على التوجه نحو المفاوضات المباشرة، بينما عمليا قاعدة هذه المفاوضات التي تحددها أمريكا هي قاعدة هشة، هي قاعدة غير قوية لإجراء أي مفاوضات. أنا حديث عن 3 أشهر، طب شو بدي يصير بعد 3 أشهر؟ يا أستاذي المحترم، يعني بالنسبة للمفاوضات أمريكا ووصول ميتشل إلى المنطقة خلال 9 أشهر، بشار كان يجي مرتين على المنطقة ويلتقي مع الفلسطينيين ويلتقي مع الإسرائيليين. خلال هاي الفترة كلياتها، خلال فترة التجميد اللي سمتها إسرائيل تجميد، الفلسطينيين طرحوا على أب ميتشل العشرات من الأسئلة، لم يتلقى ولا رد واحد من نتنياهو. فهذا يعني أن الولايات المتحدة، وهذا طبعا التقارير اللي كان يكتبها ميتشل لأوباما ولا كلينتون هي في هذا الخصوص، يعني أي أن الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية الحالية كانت تعلم جيدا أن نتنياهو كل ما يبحثه ما أراد بحثه مع ميتشل خلال هذه الفترة هو السلام الاقتصادي، رفع حاجز من هون رفع حاجز من هناك، السماح للعرب من الداخل أن يفوتوا على مدن الضفة. فكل المفاوضات اللي أدارها ميتشل أو الرحلات المكوكية بين القدس ورام الله هي عمليا لم تسفر ولا عن أي شيء يذكر. فعشان هيك يعني بعد ما انتهت فترة التجميد وقفت المفاوضات عمليا. خلال هذا الشهر ونص أو من 26/9 إذا أنا مش غلطان لليوم، إسرائيل بنت 1600 وحدة سكنية في الضفة في المستوطنات، وهناك 1600 وحدة استوطنية جديدة، وهناك يعني حتى الآن في القدس يعني أن كل التأجيل هذا لأسبوع أسبوعين حتى تتمكن إسرائيل من استصدار يعني مناقصات جديدة للبناء الاستوطاني في القدس. يعني أنه خلال الشهر ونص هاي إسرائيل بنت ما كانت تبني في خلال عام كامل في المستوطنات. يعني الموقف الإسرائيلي اليوم، الموقف الأمريكي عمليا، وأنها لا تضغط على إسرائيل، هذا حكي فاضي كلياته، وهذا حكي لمحاولة الضحك على العالم العربي. ولكن هل هذا يقود، هل هذا يقود، هذا يعني محاولة أمريكا تصوير الأمر وكأنها تضغط على إسرائيل، هل يحق للفلسطيني، هل يحق للفلسطيني يعني أن يشكك في هذا الموقف طبعاً ويتخوف أن هناك سيأتي الوقت لممارسة الضغط على الفلسطيني، هناك الضغط سيكون جديا لإجبار الفلسطيني على التنازل لمطالب إسرائيلية معينة؟ لا 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 يعني لا هذه اللعبة يجب أن نراها. لا 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 الموضوع عفر بيسمح للأستاذ عصام، يعني بهمش، يعني بالنسبة لقضية الضغط على الفلسطينية يكون واضح. أنا حسب رأيي وحسب ما أنا فاهمه وحسب الماضي القريب أن الولايات المتحدة ما بتقدر أنها تضغط على الفلسطينية في هاي القضايا الأساسية. يعني قضية أستاذ إصام، قضية الأمريكية عندما أرادت أن تأتي السلطة الفلسطينية إلى المفاوضات المباشرة بالرغم من الموقف المعلن للسلطة الفلسطينية، من اللي ضغط على السلطة الفلسطينية؟ رسالة أوباما التي تحدثت عن قطع المساعدات المالية وعن نهاية عمليا يعني نتحدث نحن بلغة نحن نتحدث عن مراوغة أمريكية إسرائيلية لإظهار لما كان الضغط على الرئيس عباس بعدم التوقيع على الوثيقة المصرية للمصالحة بين حماس وفتح، رفض هذا الاشي ووقع للمصالحة مع فتح. لما في الولايات المتحدة حاول تضغط على هذا كلام كبير أن يقال أنه الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تضغط على الجانب الفلسطيني، تستطيع أن تضغط وتضغط ولديها كل الأوراق لكي تضغط. السؤال في أي لحظة يستطيع، وفي في رأيي يجب أن يكون كذلك، وأحيانا هذا يعني عندما يمارس يثبت نفسه أنه الفلسطينيون أن الفلسطينيين قادرون على مواجهة هذا الضغط حتى عندما يتم من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تجند كل الأنظمة الرجعية العربية التي تقف في صف. المشكلة هي الأنظمة الرجعية العربية. نعم. المشكلة الشعب الفلسطيني هي جزء من الضغط الأمريكي. هي مشكلة الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية مع الأنظمة العربية مش مع الولايات المتحدة. هذه الجملة مهمة. إن يتحدوا الولايات المتحدة في رفض الضغوط الأمريكية.
ولكن مشكلتها انت عم بتحط معادله منقدرش منقدرش نقبلها، انه مشكله الفلسطينيين هي الانظمه العربيه. هذا صحيح، ولكن مشكله الفلسطينيين هي الانظمه العربيه التي تعمل بضغط الولايات المتحده الامريكيه، السياسه الامريكيه. يعني نحن لا نستطيع ان نغسل ايدي الولايات المتحده الامريكيه ايضا عندما تضغط الانظمه العربيه التي تخدم يا استاذ الولايات المتحده هي تضغط، هي تستعمل الانظمه العربيه. أنا بديش أستعمل مصطلحات مش حلوة على تلفزيون فلسطيني، يعني هي تستعمل الأنظمة العربية من شان إضغط على الفلسطيني. وأنت بتعرف يعني وضع الشعب الفلسطيني هو لا يحسد عليه، إن كان في الضفة أو في غزة أو في لبنان. يعني الشعب الفلسطيني اليوم يعني الضغوط الأمريكية، حتى أنه الرئيس عباس صرح أكثر من مرة إذا ما فيش إشي، إذا ما بصيرش بصير علينا ضغوط يعني يلا بنحلها ونروح يعني. ولكن ما هي البدائل؟ أعود للسؤال في رأيي الولايات المتحدة الأمريكية تضغط الأنظمة العربية، النظام العربي الرسمي يضغط على الفلسطينيين، ولكن لا يوجد إلى أين يتراجع الفلسطينيون أكثر. هذه هي القضية الحقيقية، ما فيش عنده وين يتراجعوا. يعني إما أن تحل القضية الفلسطينية حلا على أساس القانون الدولي والقرارات الدولية والشرعية الدولية وما إلى ذلك، وما نسميه الحل العادل الذي ينهي الاحتلال ويقيم الدولة الفلسطينية في حدود الرابع من حزيران 67 كحل وسط. يعني حدود الرابع من حزيران هي ليست لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هي فرصة الحل. مش هي يعني المفاوضات لا تبدأ من قضية حدود 67 أو أقل من حدود 67، حدود 67 هي الحل الوسط. وهذا ومن هذه النقطة لا يوجد إلى أين يتراجع الفلسطينيون. ولكن ولذلك أنا أقول يجب أن يكون هناك استراتيجية إضافية، والاستراتيجية الإضافية في رأيي الظروف مواتية لشن هجوم معاكس، ليس لأن الفلسطينيون يملكون قوة اقتصادية وعسكرية وسياسية. أي هجوم أسم؟ أي هجوم كيف؟ هجوم يعني حتى عندما يجري الحديث عن إمكانيات بدائل موجودة عند الفلسطيني للتوجه نحو الأمم المتحدة واستصدار قرار بالأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين، هناك الآن يجري الحديث صحيح عن فيتو أمريكي صار جاهز. فلتصل القضية إلى وضع تقف الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن وتستعمل حق الفيتو لمنع القرار بوقف الاستيطان وبإقامة دولة فلسطينية في حدود الرابع من حزيران 67 الذي تتغنى به الإدارات الأمريكية منذ 10 سنوات. فيظهر التناقض الحقيقي في الموقف الأمريكي. ليس من دور الفلسطينيين أن يحلوا التناقضات الأمريكية، على أمريكا أن تواجه تناقضاتها، يعني في على السياسة الإسرائيلية أن تواجه تناقضاتها، يعني في وضعية معينة. فقط قضية واحدة. ولذلك الآن يجب أن ننظر إلى الصورة الشاملة. ما هو الأمر المميز للصورة الحالية في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في واقع إسرائيل؟ صحيح إسرائيل منفلتة وتناور على ضعف الرئيس الأمريكي وعلى انتصار اليمين الأمريكي في الانتخابات النصية وما إلى ذلك، ولكن إسرائيل موجودة في أزمة عميقة. إسرائيل موجودة في عزلة عالمية عميقة لدى شعوب العالم كله، حتى لو كانت الحكومات لم تصل إلى هذه الدرجة الآن. ولذلك يجب عدم إعطاء إسرائيل أي فرصة أي متنفس للخروج من هذه العزلة والخروج من هذه الأزمة التي تتخبط فيها إسرائيل. غير قادرة على إعطاء أي جواب، لا على المستوى الديمقراطي الداخلي ولا على المستوى السياسي مع والسلمي مع الجانب الفلسطيني. ولذلك يجب أن في كل خطوة تتخذها القيادة الفلسطينية أن تسأل أنفسها ماذا تعني هذه الخطوة من في مسألة تعميق الأزمة الإسرائيلية وفي تعميق العزلة الإسرائيلية وتعميق عزلة الذين يدعمون السياسة الإسرائيلية ويغطون عليها، وماذا يساعد هذه السياسة. ولذلك هذه نقطة الانطلاق يجب أن تكون. نتوقف قليلا عند الفاصل، بعد الفاصل أيضا سنعود إلى الأزمة الداخلية في إسرائيل، أو هل بالفعل هناك خلاف داخلي إسرائيل أم أنه خلاف صوري، وماذا يمكن أن يحدث داخل هذا الائتلاف الحكومي. هل الانتخابات على الأبواب؟ هناك يعني من يتحدث أن الانتخابات، أن كل الحديث كل اللهجة هذه التي تصاعدت في الآونة الأخيرة هي لهجة لها ارتباط في انتخابات قد تكون قريبة داخل
إسرائيل وفقا للتطورات العالمية التي تخص بالقضية الفلسطينية. ولكن نتوقف قليلا عند الفاصل ثم نعود للحوار. عدنا إلى الحديث. الحديث يدور حول المقترحات الأمريكية ومدى وجود خلافات داخل إسرائيل. كنا نتحدث عن وجود أزمة داخلية في إسرائيل. إسرائيل تحاول أن تخفي هذه الأزمة من خلال الظهور بمظهر آخر، بمظهر الوحدة الداخلية، بمظهر حتى إعطاء في أوقات معينة التوجهات الإسرائيلية نحو الصراع الوجودي، نحو الحديث، وكأن هناك من يريد أن يعيد احتلال القدس من جديد فلسطينيا أعني. وإسرائيل تصر الآن أن القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية، وأنه لا يوجد أي حل للقضية الفلسطينية داخل القدس. حول هذا الموضوع عمليا إسرائيل تريد أن تقول أمرا داخليا تغطي فيه عن أزمتها، وهي توحيد المجتمع الإسرائيلي نحو قضية معينة يكسب فيها نتنياهو، لأن هناك واضح أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع ينزاح نحو اليمين أكثر فأكثر، وهنا ورقة رابحة. يعني فايز عباس، الائتلاف الحكومي هذا، رئيس الحكومة الحالية حكومة الليكود، هل هي معنية بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا، أم أن هناك محاولة مرة أخرى، أريد أن أسأل هذا السؤال، محاولة لكسب الوقت للمراوغة، وفي نهاية الأمر الليكود وإسرائيل بيتينو وليبرمان وحتى حزب العمل هما في نهاية الأمر يتفقون على خطوط عريضة واضحة هي لا تؤدي إلى هذا السلام. يعني هل إسرائيل الآن في أزمة داخلية، أم أن هناك بالفعل هم موحدين على كل شيء؟ أنا حسب رأيي اليوم في إسرائيل أزمة داخل الليكود وداخل اليمين الإسرائيلي بالنسبة لقضية تجميد الاستيطان وقضية المفاوضات المباشرة. أي أزمة؟ هناك الحديث عن 3 أشهر. هل هاي الأزمة 3 أشهر بالنسبة لليمين الإسرائيلي؟ يعني 3 أشهر. فايز عفوا، اسمح لي عفوا، 3 أشهر إسرائيل أخذت 20 طيارة. لو كانوا 6 أشهر يمكن أخذوا 100 طيارة. لا أنا قلت لو 6 أشهر أو انسحاب من مستوطنة أو تفكيك مستوطنة لكانوا طالبوا ب 25 ولاية من الولايات المتحدة. يعني مش شاذرة. أما بالنسبة لليكود اليوم التخوف 25 التخوف داخل الليكود أو يمين الليكود يعني من أنه المفاوضات خلال 3 أشهر أنها تتحدث عن قضية مفاوضات حول الحدود، رسم الحدود. وهذا ما يخيف اليمين الإسرائيلي أو الليكودي. أنا بعتقد أنه الليكود ولا مرة كان بده حل القضية الفلسطينية كما بدك، زي ما بده إياها عصام مخول أو القيادة الفلسطينية أو العقلانيين في الشارع الإسرائيلي اللي هن زي ما أنت حكيت صاروا أقلية، وأنا لا أوافق مع هذا الطرح للآخر. وأنا بدنا نحل القضية الفلسطينية زي ما اقترح نتنياهو في خطابه في بار إيلان، دولة بدون حدود، دولة بدون سلاح، دولة بدون جيش. أنا مش فاهم شو هالدولة، دولة يعني بدون القدس، دولة مع الاستيطان. فيعني هذا الاشي مش ممكن يكون يعني، ومش ممكن ينجح يعني، ومش ممكن انه يصلوا الى هذا الحل يعني مع الجانب الفلسطيني. انو فلسطيني بده يفوضن على هذا الحكي يعني؟ اما حكي فاضي. الليكود اليوم انا حسب رايي رايح يصير خلاف داخل الليكود جدي اذا فعلا تم تجميد الاستيطان 3 أشهر، حتى ولو كانت القدس هي خارج التجميد. لأنه لما عندك 14 عضو كنيسة و4 وزراء ضد التجميد فيخلق أزمة داخل الليكود. هاي الأزمة رايحة تكلف نتنياهو طبعا تهديد كرسي رئاسة الحكومة. يعني مع العلم أنه نتنياهو اليوم إذا بده يجي يتخلص أو يفك الائتلاف بين مع ليبرمان ومع شاس باستطاعته، لو أنه جد في عملية السلام فعلا أنه يضم كديمة ويضم حتى ميرتز، وحتى إذا كان هناك فعلا تقدم لأحوال اللي بده إياه الشعب الفلسطيني إقامة الدولة على حدود 67 وعاصمة القدس، أنا متأكد أنه 10 أعضاء الكنيسة العرب رايحين صوته مش بإصبع واحد إلا كل واحد ب10 أصابع. فيعني نتنياهو لو كان جدي كان فعلا أنه ممكن أنه يتقدم نحو عملية السلام. جدي في عملية السلام اللي بمفهومي أنا وبمفهوم الشعب الفلسطيني وبمفهومك أنت، مش بمفهوم ليبرمان ولا بمفهوم إلي شاي والحخام عبادية يوسف يعني. ولكن 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 عصام، يعني بالفعل أنا هذا السؤال يعني يجب أن نجري تقييما للوضع الحالي في إسرائيل، حتى المشاهد في العالم العربي كمان، في المشاهد الفلسطيني وفي العالم العربي كمان يفهم شو عم بيصير في إسرائيل. هل إسرائيل الآن في أزمة؟ يعني حكينا عن أزمة،
كيف نعني بهذه الأزمة. الأمر الثاني، هذه الحكومة نفسها هل هي قادرة على إيجاد حلول؟ خلينا هسه نتفق أنه عادوا بالمفاوضات وحتى صار تجميد لثلاثة أشهر، ولكن هل هذه الحكومة بتركيبتها الحالية قادرة؟ أولا الأزمة هي ليست أزمة هذه الحكومة فقط، أنا أتحدث عن أزمة بنيوية في السياسة الإسرائيلية، في المؤسسة الإسرائيلية السياسية. هذه الأزمة كانت قائمة في الحكومة السابقة وهي قائمة في الحكومة القادمة كما أتوقع حسب يعني الخارطة السياسية الآن. هذه الأزمة نابعة عن عدم قدرة المؤسسة الإسرائيلية على إعطاء أجوبة حقيقية جديدة تتجاوب مع حاجات الحل السياسي. يعني إسرائيل لا تستطيع أن تبقى في وضعها الحالي من حيث الاحتلال والاستيطان وموقف العالم من الاحتلال والاستيطان وقتل الشعب الفلسطيني وحرب غزة وحرب لبنان وما إلى ذلك. إسرائيل تشعر أنها استعملت كل الوسائل المتاحة لديها وتستطيع أن تستعملها مرة أخرى، وفي كل مرة تعمق أزمتها وتعمق القناعة بأنه لا يوجد لديها أجوبة على تناقضات الوضع القائم. إسرائيل ليست معنية بحكم الفلسطينيين ككتلة بشرية جديدة غير يهودية كيف هني بعرفوها، وليست قادرة على التخلص من الاحتلال ومن الأراضي. ماذا تقترح كديمة؟ مفاز مثلا بالأمس تحدث وحضر وتحدث عن مشروع آخر. أولا هو يعارض تجميد الاستيطان وموقف نتنياهو ويقول هذا لا يؤدي إلى أي شيء، كان هناك 9 أشهر من التجميد لم يؤدي إلى شيء وستمر 3 أشهر ولن يؤدي. السؤال هل هناك مشروع سياسي أم لا؟ ما هو المشروع الذي يقدمه مفاز الذي يطرح بديلا وكأنه بديلا متقدما أكثر؟ هو يقول يجب أن نصل إلى حل، نقترح حلا يعطي للفلسطينيين 60% من الضفة الغربية ويعطي للرئيس أبو مازن سيطرة على 99% من الفلسطينيين. يعني هو مستعد أن يتخلص من 60% من الضفة الغربية مقابل أن يتخلص من 99%. يعني عمليا نعود إلى القضية الديموغرافية. يعني بيحكوا عن إنه المشكلة بنقطة الانطلاق هي التخلص من الفلسطينيين. هل يمكن التخلص من الفلسطينيين بترانسفير؟ هناك صعوبات أمام هذا الطرح. هل يمكن التخلص من الفلسطينيين من خلال تبادل سكاني؟ هناك صعوبات وهناك ربط. هل فلذلك هم يتحدثوا الآن عن خطوات حتى أحادية الجانب؟ يعني هذا هو منطق شارون عندما خرج من غزة. يعني أنا كنت تحدثت عندما وصل أولمرت الحكم أن الشارونية من دون شارون قد تتكشف كأشد خطرا من الشارونية بوجود شارون. ونحن نتحدث عن واقع جديد، تحاول إسرائيل أن تخلق واقعا تتخلص فيه هي بمبادرتها من الشعب الفلسطيني وتحتفظ بأكبر ما يمكن من الأرض الفلسطينية ومن القدس وما إلى ذلك. ولذلك كل الحراك هو حراك في داخل دائرة لا تستطيع غير قادرة بنيويا على أن تتجاوب مع القانون الدولي ومع القرارات الشرعية الدولية ومع إنهاء الاحتلال ومع إقامة دولة فلسطينية وما إلى ذلك. السؤال إما أن ينشأ في إسرائيل قوة سياسية تطرح بديلا آخر تماما ينطلق من الاعتراف بالحقوق القومية للشعب الفلسطيني ومن هذا المنطلق ينتهي الاحتلال وبستعد لإنهاء الاحتلال، وإما وهذه يعني إمكانية واردة للمستقبل في البعيد ربما، وهي يجب في هذه الحالة هي إمكانية يهودية عربية، إمكانية حراك يهودي عربي حقيقي على الساحة الإسرائيلية، وإما أن يفرض على إسرائيل من الخارج. وفي رأيي عندما يصل العالم إلى القناعة، ونتنياهو مثلا استطاع أن يميز معنى العزلة الإسرائيلية عندما تحدث عن أزمة إسرائيل، العزلة الإسرائيلية العالمية، هو يتحدث عن هذه العزلة كخطر استراتيجي على إسرائيل، ويقول أحد أخطر المخاطر الاستراتيجية الأساسية هو هذا الشعور في العالم أن إسرائيل تحتل موقع جنوب إفريقيا الأبارتايد وعدم شرعيتها، عدم شرعيتها ونزع الشرعية عنها ونزع أخلاقيتها. ولذلك أعتقد على هذا الحديد يجب أن يضرب بمطرقاتنا وبمطرقات الشعب. بالفعل يعني عصام أو سنتحدث عن أمرين. الأول هو أن المجتمع الإسرائيلي في الداخل هنا ليس لديه أي بديل عن هذه الحكومة القائمة، يعني بديل قوي. لا أنا لم أقول هذا، ولكن يفهم من كلامك انه حاليا ما فيش اي بديل للسياسة. يعني هناك لا يوجد من يطرح سياسه
جوهريا تختلف. نعم. ولذلك وفايز كان هناك عقلاء في اسرائيل. وين العقلاء؟ في عقلاء في اسرائيل. انا حسب رايي لما كانوا بدناش نفوت لموضوع ثاني اللي هي قضيه لا ولكن هناك توجه فقط. ودقق، انا اتحدث عن المؤسسه السياسيه الحاكمه والمرشحه للحكم. واضح، انا اتحدث عن المؤسسه وعن الاحزاب التي تمثل هذه المؤسسه. هذا حديث صحيح. الاغلبيه الساحقه من الاسرائيليين اليوم هن موجودين في خط اليمين، ولكن انا لا اعتقد انه كل الاسرائيليين هن او من اليمين. حدثت هناك بالانتفاضه الثانيه قضيه التفجيرات اللي صارت داخل تل أفيف وداخل القدس وحيفا، واللي كان لها تأثير سلبي جدا على الإسرائيليين على العقلانيين حتى. ولكن يعني ولكن عفوا ولكن هذا لا يعني إنه يعني كل الإسرائيليين من اليمين. أنا لا، أنا بالمدة الأخيرة وإذا بالسنة الأخيرة حتى يعني في مظاهرة أول أيار إذا أنا مش غلطان طلع من فوق 10-15 ألف إنسان في تل أفيف، خمسة حزيران طلعت مظاهرة رهيبة في نص تل أفيف. يعني هاي بالعشر سنوات أو خلينا من سنة 2000 ما شفناها، ما كانت موجودة في إسرائيل. يطلع يعني هناك يعني المسألة هي شوية تحريك الشارع الإسرائيلي بنحو عملية السلام والحديث مع الشارع مع الإسرائيليين العقلانيين. ولا حسب رأيي إني موجودين، بس كيف يطلعوا؟ يعني لما كانت في 5 حزيران رفع العلم الفلسطيني في نص تل أبيب، واللي رفعوه مش بس العرب اللي شاركوا في المظاهرة، إلا كان يهود المشاركين. يعني يهود. يعني اليوم إذا بتأخذ اللي كل اللي بتظاهر في بلعين ونعلين وبيت عمر، كل أغلبهم من اليهود من الإسرائيليين. يعني هناك حاجة أيضا لتشجيع هذا التوجه، طبعاً لدفعه للأمام، للتأثير على المجتمع الإسرائيلي نفسه، لإيجاد قوة، قواسم مشتركة، إيجاد قوة. يعني هناك بدائل. بأي معنى بدائل على نطاق المجتمع الإسرائيلي في الداخل. هناك بدائل أيضا عند الفلسطيني، بدائل في أوروبا مثلا تحدثنا قبل قليل عن ضغط أوروبي. إذا بالأنظمة ما كانت تمارس هذا الضغط، ولكن هناك أيضا ضغط شعبي. هناك المقاطعة وهي تحاصر إسرائيل. هناك محاصرت إسرائيل، الملاحقات القضائية السياسية للسياسيين في إسرائيل. هناك بدائل في الشارع. أنا يعني أريد أن أقول قضية ربما يعني كنت أعتبرها مفروغ منها. لا يمكن أن تنتصر القضية الفلسطينية إلا إذا ساهم الجانب الفلسطيني في إرسال رسالة ومخاطبة الشارع الإسرائيلي مع كل الوضع القاتم الطاغي على الشارع، على السياسة الإسرائيلية. هناك حاجة وهناك إمكانية وهناك فرصة لأن يخاطب الجانب الفلسطيني الشارع الإسرائيلي. وفي رأيي يعني يجب أن نرى التناقض. هناك تناقض كبير بين ما تقر به استطلاعات الرأي مثلا في إسرائيل، أنه أكثر من 56% من الإسرائيليين معنيون ومستعدون للتخلص من الاستيطان مقابل حل سياسي. وأنا أعتقد أيضا أكثر من، ومقابل ذلك هناك أكثرية تؤيد تنتخب حكومة من هذا النوع. هذا تناقض أساسي، هذا جزء من التناقضات. المشكلة عدم طرح بديل. البديل الإسرائيلي غير مطروح. حزب العمل انتهى سياسيا. حزب العمل غير قديمة كانت العمل جزء من الموقف العدواني المعيق للعملية السياسية. نعم. ولذلك يجب أن يحدث تحول في 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 النظر إلى كل القضية. يجب أن نعتمد فلسطينيا على مخاطبة الشارع الإسرائيلي وعلى إقناعه. هذا جزء أساسي من المعركة. من دون أن يحدث تحول في الشارع الإسرائيلي، كل الإنجازات التي تحدث عالميا وكل العزلة وكل ما يحدث في داخل الجماهير العربية وفي داخل الشعب الفلسطيني لن يكون كافيا. يعني حرب فيتنام لم يكن بالإمكان أن تنتصر الحرب ضدها من دون إحداث تحول. ولكن قوة فايز، قوة اليمين الإسرائيلية هي غير معنية بإيصال هذا الصوت الفلسطيني إلى الشارع الإسرائيلي للتأثير على هذا الشارع. هي تمنعه أصلا في بعض الأحيان. لا ما تمنعه. الصوت الفلسطيني ممكن يصل إلى الشارع الإسرائيلي. كيف؟ اليوم العالم مفتوح، الفضاء مفتوح، وسائل الإعلام اليوم مستعدة تفوت وتحكي. أنا حسب رأيي اليوم اللي حكاه الأستاذ عصام مهم جدا. أنا حسب رأيي وأنا بحكي فيه كثير في رام الله في هذا الموضوع، قضية التعامل مع الشارع الإسرائيلي، الحديث مع الشارع الإسرائيلي. وكان اللقاء للرئيس أبو مازن عدة لقاء مع صحفيين من إسرائيل. للأسف الشديد يعني هذا ما كان له
تواصل هذا الحكي، واللي كتب هناك ما كان الاشي اللي المفروض ينكتب يعني. اوكي، من وجهة نظرنا احنا، انا من وجهة نظري كفلسطيني واعلامي، ولكن مهم جدا مواصلة التواصل مع الشارع الاسرائيلي عبر وسائل الاعلام. يعني هاي اهم اشي انا حسب رأيي، وبتقدر ممكن جدا انك انت تقدر تخترق وسائل الإعلام الإسرائيلية. فيش أسهل من اختراق وسائل الإعلام الإسرائيلية أستاذ رمزي، وأنت بتعرف هذا الإشي، وأستاذ عصام بعرف هذا الإشي، ولكن لازم يكون عندنا برنامج عمل جدي لهذا الموضوع باختصار، واللي للأسف الشديد غير موجود اليوم. ولكن باختصار، لأنه وصلنا إلى نهاية البرنامج، هل بمقدور الفلسطيني أن يصل إلى الشارع الإسرائيلي؟ أو السؤال عكسي، هل هناك فئات شرائح داخل هذا المجتمع الإسرائيلي مستعدة لسماع صوت الفلسطيني والاقتناع به؟ نعم، هل هناك إمكانيات؟ ولكن باختصار يجب أن نقول أننا لا نتحدث عن تطبيع في هذه الحالة، وإنما نتحدث عن اختراع. مظبوط. ولذا القضية الثانية التي يجب أن نقولها، هناك قطاعات واسعة الآن في هذه اللحظات في هذا العام نشأت وخرجت من الشارع واتخذت موقفا متحديا للسياسة الإسرائيلية وللرأي العام وللجو الطاغي على إسرائيل اليميني. هناك تحديات، وهناك رغبة أيضا لدى قوى إسرائيلية عاقلة في إقامة حراك سلامي سياسي يهودي عربي مناهض للاحتلال. ما يجري الآن في قضية أريئيل والمسرح في أريئيل، رجال الثقافة وما إلى ذلك، نحن نتحدث عن مرحلة جديدة قد تنشأ وعلينا أن نساهم. نشأت على عفو. أنا من خلال تجربتي في 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 بالنسبة لوسائل الإعلام، أنا محرر الصفحة العبرية في وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، عندما انطلقنا كانت هناك ردود فعل تستغرب، كان يصلي مئات من الرسائل من الإسرائيليين وعرفوا نفسهم على أنهم من اليمين، ولكن هن لأول مرة بشعروا أنهم بأخذوا الرسالة الفلسطينية بشكل مباشر من موقع فلسطيني، حتى أن العديد منهم طلبوا يكتبوا، نشرت لهم مقالات حتى من اليمين الإسرائيلي، انك ممكن تخترق اليمين الاسرائيلي. يعني انا بشتغل بشكل متواضع جدا في الموقع العبري، في الصفحه العبريه لوفا، ولكن هناك ردود فعل غير مسبوقه. يعني الاسرائيلي ما كانوا يعرفوا شيء في الضفه، ما كانوا يعرفوا انه في برام الله مسرح، في تلفزيون، في فرق موسيقيه من العالم بتيجي لهون، ما كانوا يعرفوا يعني بالمره. اصلا هذا الجدل، هذا الصراع يعني، الصراع يعني إيصال رسالة الفلسطيني المجتمع الإسرائيلي هو صراع مهم. ولكن اسمحوا لي، يعني وصلنا إلى نهاية البرنامج، أولا نشكر حضوركما عصام مخول وفايز عباس، لنا لقاء آخر أعزائي المشاهدين من برنامجكم نظرة من الداخل في الأسبوع القادم وفي نفس الموعد. مني رمزي حكيم ومن طاقم البرنامج كل التحية، وإلى اللقاء.